قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم. السلام. بارك الله فيك المراقبة. الله يخليك. اش عندكم هنا؟ عندي شوية السلعات. أنا غادي نشوف. الله يخليك. مع السلامة. هذا وليك انا من الدوار. علاش تفهم وكيلا مشغولين هاد الايامات؟ دور من اليمن؟ لا، دور على الطريق الملفي كنمشيو معاه وقادين على براشات. رجعوا هذيك الجينة ان شاء الله. يلا سربيو نتوما، سربيو او تتحركوا. يلا شرجيو شرجيو سي شاف. هضر مع الدراري ديالك يدير شارجيو البيكاب. خو علينا هاد البيكاب. يلا ودي يلا 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 تقيدك وزيد تحرك. تا خلي يشارجي زيد تحرك تحرك تحرك. يلا سربيو سربيو سربيو. يلا بزاف تقعد تقعد. يلا الدراري تحركوا ثم زيدوه. تحركوا تحركوا. يلا سي يلا. ما يمكن دمي لودو الشيفور. صباح الخير. صباح الخير عامس. كيف داير الجو؟ مزيان. ما قلبوش الناس السلعه. شحال من باراج لقيتو في الطريق؟ واحد نعمات.
واحد نهمس. وجدوا راسكم غدا عندكم الخدمة بالليل. الله يخلف. غدا مع 8:15 تكونوا هنا. العملية هذه المرة غادي تكون كبيرة، نبغيها تدوز بالسكات. هاد الشيفور لما عندك ثقة فيه بلا ما تديه معك. واخا جديد ما تخافش عليه. علمتي الناس ديالك؟ وكل شيء موجود، خصك تعطينا الإشارة. غادي يكونوا معك ثلاثة ديال الفراقي وكل وحدة في الطريق. وشكون نعمس؟ ما تسولش، ماشي شغلك. شحال مرة كنقول لك ما تبقاش تسول، نفذ الأوامر واسكت. هادو صيفطهم لولادك، يمكن تغيب عليهم شي ايامات. تهلا ليا في الخدامة، اخبارك راه كلها كتوصلني، وانا داير عليك عين ميكا. ميلود، جمع راسك معايا. الله يهنيك. أرجو كيفاش راه تشوف؟ والو بح. كيفاش؟ عاود خدام الباترون. وعلاش؟ ما عجبتش الخدمة ديالنا. ولي كتفل عليا. يلا زيد. الطاكسي يلاه وصل من المانيا. سي امبورطون، الناس مبغوناش نبقاو نسدو لومبالاج بالكرافوس، كيحافظوا على البيئه ديالهم. دونك من اليوم الله يخليك اللصقه، لومبالاج يتسد باللصقه. اجي انت بعدا، مالك الفاحش عندك باللي المحل اللي تيش ليا؟ ما كنتش في الدار. اها، والبورطابل ما انقطعش؟
نطفيه نشعلو ونكون في الدار ما نكونش شغلي هذاك. دابا ولا شغلك هذاك. لا لا فوزيه هاد الهضره ما بقاش نعاودها انا وياك الف مره. انا وياك عمرنا تفاهمنا حاولنا وما جابش لها. اسيدي هاد الهضره قولها ليا من الاول. لا من اليوم كنقول لك القرافز لا تفهمنا. علاش هاد الخدمه هادي؟ والله سيدي لا غير غيراش واش هاد الخدمه هي اللي تخلينا شادين بلاصنا في السوق ولا ما فراسك ما يتعاود؟ اسمح لي سيدي غنضرد البال. اسمح لك هاد الغلطه غادي نسجلها عندي. خطا اخر عرفي راسك مطروده. شنو سميتك؟ حوريه. الرقم ديالك؟ 324. غير صرت عندك جوج سوايع خدمه زايده في العشيه وجمعي راسك شويه. بسم الله عليك غير انا صافي صافي حتى تنتقم لك منه. خليني لك. لا شنو تيسحب راسو الباترون راه خدام هنا بحالنا بحالو. شوف لالا كيبدا يقفقف. اللهم حمرتي فيهم العين حتى ياكلوك. سولي باباك هو يقول لك. مالاني فين كنت؟ راني كبرت في وسط العمال والخياطات والتواب. ولكن المدير يدوسي على برا بعداتك شويه على جود الخدمه. يوم بلوس هذه التعليمات ديال المدير. اللي سمعك يقول لا انا متفق مع هذه المساله. الخدام خصو ياخذ حقه ولكن الصرامه هي الصرامه. كلهم مسجلين في الضمان الاجتماعي عندهم التامين ديالهم كيستافدوا من العطل من التعويضات. شنو بغاو؟ نوال السوق ولاو فيها منافسين كثار وواعرين وهادشي ديال التهريب ولا كيخلع. ومشى داك الوقت اللي كان فيه السي سقليب بوحدو في السوق. هذا الوقت ديال العولمه لا مونديالزاسيون. نوال استاذ الا ما قدرتيش تحافظ على بلاصتك هزك الماء. ابو تتهضر معايا بحال انا ما عارفاش. لا عارفه عارفه وسي سقلي ولد وعارفه اش ولد. مزيان باش يلاه تعرف راسك معامل. انت عاوتاني غادي تسلتي بلا ما تقولها. شنو دابا ولا خصني ناخذ الاذن باش نخرج؟ ايوا بحال داك الشيء. سر من قدامي ولا ندخل فيك؟ يا ريت. كنترولي الخدمة ديالها. شوفي الله يخليك غتلتزمي حدودك ولا راه ما غيعجبك حال. حتى انا كندير الخدمة ديالي. اللي قلت لك هو اللي غديري ولا ما عجبك حال قلبي على راسك موضع اخر. عبد الله المعامل ديال الخياطة. ماشي هكا عم الله اش كانت تقول لها. هادي ما تحيدهاش ليا من راسي. تو اكزاجير. خليك بعيده على هاد المسائل. بعيده مي سافا با. نو
جو سوي شي مون بير ايسي يا مولاي، لا نسيتي راسك. دي كالم، اوكي دي كالم، ما درت حتى حاجه وكون غلطت انا ما نعذرهاش. افرما واش كيتسحب لها راسها كاع با الى د ليكسبيريونس، عارفه الشده والفده على المعمل. ونزيدك مطلوبه في السوق ومن بعد منها عداد. هادشي اللي كنقول هو اللي كاين، الا ما عجبك حال قلبي على راسك في جهه اخرى. عطى الله بعمل الخياطه ولا لا نوال 13 عام الخدمه، شنو نديرو فيها؟ ندفنوها. كاين شي ما نقدر؟ بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع. تفضل. أنا غادي نختصر. شوف، أنت مهندس كبير ولكن راك غير كتضيع وقتك هنايا. إلا بغيتي عندي لك واحد المشروع تعيش بكرامتك وراسك مرفوع. فوزية، الله يرضي عليك، ما قد لنا مشاكل. ممكن تمشي لخدمتك. عقلتي مني كنتي بغيت تمشي لكندا؟ فوزية سيلتك. راه لقيت اللي وقف معاك، الراجل مضمون. بلي بحال راه شقالك اليوم وقلتي انا نقشب عليه شوية. انا بغيت لك غير الخير. ماشي بلاصة الهضرة. ممكن تمشي الله يرضي عليك. سير لخدمتك. سيلتك. وي سي الحاج، وي توت سويت، واخا توت سويت. فين وصل هذاك السطوك ديالنا؟ بقى عندنا السلعة. أنا خايف إلا بقينا على هاد الحال هذا غادي نضطر نسد البيبان ديال لوزين، وما كنتمناش هاد النهار يوصل. مازال كتعقل النهار اللي جيت تخدم عندنا؟ قلت لك باللي الناس ديال برا راه ما كيلعبوش، ماشي بحال ديالنا اللي سولتي على كيدير الحركه كيقول لك سلك عدي. هذوك ما كيعرفوا لا سلك ولا عدي. عندك عندك، ما عندكش ما عندكش. صح الحاج. والمصيبه الكبيره هي دابا الاسواق ديالنا تغزات بالملابس ديال برا. ولكن المشكل كبر من هادشي، المشكل ديال القدره الشرائيه. انت راك بحال ولدي وكتعرفني مزيان، انا ما كارش نخيط ونلبس الناس فابور بلا فلوس. ولكن خلينا دابا من هاد العموميات، عندي واحد الطلب. انا موجود الحاج. بغيتك توجد لي تقرير مفصل مضبوط على هادشي ديال التهريب، ماشي على حقاش عندي مداخله في البرلمان، ولكن حتى بالنسبه للوزين انا ما كارش نلقاو شي طريقه اللي نربحوا بها جوج ديال الاهداف بدقه واحده، المنتوج الجيد بالسعر المناسب. وهذا راه تحدي كيخصنا نواجهه، ولا خصك شي حاجه انا موجود. ولكن هذا غادي يخليني نغيب على المعمل. بغيتك تقرب لهذوك الناس، تعرفهم كيفاش كيخمو كيفاش كيفكروا، والا اضطريتي ما تبقاش تجي مع الصباح راه ما كان حتى شي مشكل. و شكون غادي يمشي الخدمه؟ كيظهر لي خصكم شي قهيوه. انا فكرت في هذا الشيء، نوال بنتي غادي تقوم بالواجب. والربيع الدايم هذا حدو، قدامك عام صعيب كله شتا ورعد. يلا حبيبتي مسحي دموعك، المكتوب من النهر. لوزين اش ما عيطش؟ ما صعيطش انت ولا هكتفنا للضرب؟ شوف وحنا مازال بوسيبل اخويا الموتور ديالك يكون عندي في الصباح. نديرو ليه في الليل؟
ونواجهو جميع المصاعب. ماشي مشكل، الله يحفظك. انت خلي لي عند الكونسيرج، لا ما نعطلوش عليك. الضربه اللي ما تقتل تقوم لي فليسات، نعطيهم ليكم الا قبلتوا عليهم. لا لا رابحه، انا ملاحمه معك. ضربه وسمعتي في ليا دابا هانتي عرفتي يلا سيري لخدمتك. كاين شي ما نقديو؟ كنتسول على ديك لا كوموند ديال السي العالمي. مالها؟ عاد كنت نخدمو هنا سومي ولا دومي؟ شنو؟ سومي ولا دومي؟ صافي راه غير طلعي انا نشرب شي كوموند ديال الماء ونفوت عليك. حنايا واقفين عليها حتى نعرفو واش ندير. راني هضرت معاك. وين اول؟ هذيك خيتي راه سقساتني على ديك لا كوموند. قول لي باش نخدمها بالدومي ولا بالسومي؟ بالسومي ولا بالدومي بحال بحال. ايه بحال بحال بحال. يلا الله يهنيك دابا. الله يهنيك. ديك كسورجي غير نص سنتيم ياك، ما تعاونيش نفسي غلطه. شكرا اختي كنتي شحال تعطينا ما بيناتهم شي مشكل. الشمال كاع ما بانات الصبح، علاش غنكون ما جاش؟ ما عرفتش خايفه معذوره. انا راه طيحت سناني بين هاد المرض. لا والله ما عرفت. انا غادي نعرف اش مشغول عندي من غيره. يلا الله يعاونك. تفضل يا سيدي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اصل العزينه تبارك الله. اسيدي الرخاء اللي ما بغاش يلبس ملي كتجيبوها وحده عليا. سول السي الحاج. السي الحاج شوف هاد السيد اش بغا. اصحب بالخاطر اولدي. ايه سولت السيد ملي كتجيبو السلعه. مرحبا تفضل. تفضل جلس. ربي يخليك. قول لي انت مصحاب الوقت. ما فهمتش الحاج. وبوليسي
لا ديواني؟ لا سيدي جدارمي؟ لا سيدي الله يهديك. واش انت بيع وشري زعما؟ ايوا عاد بغيت نبدا الى سهل الله. مرحبا. مرحبا مرحبا تفضل هاك تيلي مع راسك. بسم الله. ظاهر لي ماشي ولد الحرفه. نتعلم الحاج. معقوله حتى شي حاجه ما صعيبه في هذا الوقت، ولكن خاص يكون عندك قلب ديال الحجر. اشنو اسمك؟ الله رشيد. انا بركبه. عندك شي محل؟ ايوا صراحه الله عندي جوج محلات، واحد ديرو تيلي بوتيك وواحد قهوه، وليني قالوا لي هادشي عندكم ديال البال تبارك الله فيه ما يدار. فيه ما يدار، ولكن لا عرفتي تخدم. لا من هاد الناحيه غير تهنا. وفاش باغي تبيع وتشري؟ ما فهمتش. سروال، قميجه، تريكو. لا فهم دابا. انا الحاج نبغي ندير كل شيء باش هادي تغطي على هادي. معقوله؟ انا سيدي متفق معاك، غدا رجع بحال هاد الوقيته وتلقاني موجد لك خمسات الكوليات في عين العدو. ربي يخليك. هادي على البدايه، ولكن طلع بواحد 2000 درهم ضمانه. هي الاولى الحاج، نجاوب على التليفون. كاين مشكل. الو؟ اي انا بارك مع السيد دابا. لا يكون خير ان شاء الله. لا لا عمرها ظهر يكون خير، انجي نعاودك. يلا. هذا شريكي. مرحبا. قلت لي الحاج فلوس ياك، 1000 درهم كافيه؟ ما كاين حتى شي مشكل. هو كيف قلنا؟ غدا بحال هاد الوقيته، ارجع تلقى السلعه ديالك موجوده. ان شاء الله. عندك تنسى؟ الله يبارك الله عليك. ربي يخليك. فكرني في السميه. رشيد. رشيد الحاج. كيتسهل معايا معانا زعما. ومنين سيك جمال ما كاينش ساري خدمتك وخرجي، وما عنديش وقت اللي نضيعه معاك. كتسنى في الطوبيس بحال عباد الله ولا ممنوع؟ اش كتنوعر عاوتاني؟ والو؟ والو شوفو كان. بالعربية جيت بغيت نوصلك. توصلني الله الله. وشنو فيها؟ ولا ما تستاهليش؟ الطوموبيل. ما بقى ديما نقول. ولقيت الحاج محل الكرا 2000 درهم الشهر وشهرين تسبيق. ولاش؟ علاش ما تبنيش انت خيمه؟ ولا تاخذ شي قلسه مع هذوك الناس؟ لا الحاج ما غاديش يثيقوا. خاص المحل يكون ديالك وفي سميتك ويكونوا عارفين حتى العنوان ديالو. هذوك الناس ما كيلعبوش والخيام خلينهم غير كيصرفوا فيهم السلعه. عندك الحق. بالخصوص عرفتي شحال ديال الملايين كتروج في النهار تماك. اش انت كي درتي تعرفتي على هاد الناس بهذه السهوله؟ الفهمة لالا ناول الفهمة. لالا بصح بصح كيفاش؟ اش قولي انت بعدا كاينه كي دازت الخدمه اليوم؟ سوبر. يعني زايد ناقص بحال لا كاين بحال لا ما كاينش. بابا هذيك فوزيه ما كتعجبنيش كون غير بدلناها. الله يهديك بنتي. الا جينا كاع اللي ما كيعجبناش نضحيو راه غادي نبقى وحدنا. وزهدوني هذيك البنت ما دارت حتى شي حاجه. و13 سنه ديال الاخدام. جكومبخون با علاش ديما كدافع عليها هكا؟
زير بخير. اهلا. نياتهم صحيح صحيح. امضى كاين شي قوي مجهز يسري ولاد؟ ورا قلت لك دابا راه تيقلبونا في الخروج حتى نص كامل عند دخلهم. واخا نصبروا ولاني رانا قريب النوي. ياه مبروك هذا هو الوقت. اخوك عبدو راه جا صورني هذا الصباح وعندك كتبي حتى انا في الجورنال. لا لا واه بحال خو ما عندك بلاش تخاف. يلا تهلا شويه الوليده. شويه يا خواتي شويه. خليك خليك. الله يرضي عليك. شويه طيبه. اجي انت جبتي الدواء لامي؟ جبته الصباح. هذاك مول الفارماسيين ما بغى يعطيني الدواء غير بزز. مالنا خويا غادي نرحلو؟ يا ربي نرحلو يا ربي. اختي فوزيه شنو درتي لي في الوريقات؟ الفلوس عمي الفلوس. هذا مولاي راه ماشي فرنسا ولا الطليان، هذه راه كندا. مال هاد كندا كيفرقوا فيها الحمل قنفوت فابور. هي 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 شو الشوط انا تعلمت القوافي. وانت بعدا تتعرفي شنو هو القنفوت؟ اييه هو الفكر اللي فيه الشوك. نرى ديك كندا غنمشي لها صحة. غتمشي لها مولاي الا كنتي راجل، اما هكا مرخي كتضل تحنش ما غتمشي لتا بلاصة. مالك يا ولدي راه راجل ونص وفي تبارك الله سوالفو. صافي يا الوليده هضرنا على الشعر من قبل. ما تشوفي لك من يتكال وحيد هاد السوالف بعدا تبان لك كندا. زينتي فوزيه بغيتك. حتى انا بغيتك غنعيط لك. شنو بغيتي انت؟ بغيتك تطرق لي واحد المسمار. انا موجود اري غير مطرقه وهاد المسمار نطرقو لك. خوك راه واخا مراسل صحفي عنده مع البريكولات. طفرنا ولات نعطيك شي فلوس. نعرفك تمشيها بالفلوس هاك. هادي هي علاش بغيتك انا. قول لي كتعرف جمال الشاف ديالنا؟ تنعرفو مالو؟ هاد الصباحات مبقاش كيبان ليا. بغيتك تجيب ليا اخبار وتشوف ليا فين كيمشي اش كيدير. هذا هو المسمار ديالك. انا مشغول هاد الايام تنحنش فواحد الموضوع على علاقه الازبال بكسل المواطن. لا راه بلاش واخا البيجي عندك قليل غنجيب لك الرابور شفاوي. شوف انا المهم جاب لي الخدمه شفاوي دي بحال بحال. الوالد عطيتيه الدواء؟ نمشي نجيبوه ونعطيه ليها. ولي 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 حيد حيد حيد. عبدو بغيت ندوي معاك. واخا نجا يلا كمل كمل هاد البارتي كمل. شنو بغيتيني؟ اجي انت الفليبر 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 الله يعطيك شي غباره. يا ربي جيت كندا ترى ما كاين لا فليبير لا والو. انا راه تنوجد واحد البحث علاقه الفليبير بالبطاله. واش نقلب على خدمه قالك بحث امضى راه درتي لي في داكشي. واش غندير مشي تسمرت حدا الدار نزل نركب على موطور وهو يطير موطور. واخا يلا يلا معايا للدار استنى حتى نكمل البارتيه ديالي عاد نتبعك. يا قلتي كدير بحث. يلا راه انا الوالده بغاتك. شنو تبغيني الوالده؟ الوالده راه خاصها غير الفلوس. ترى ما كاين لا سكر لا كبده لا طانسيون. نعم.
لا رضي عليك. حتى انا على وقفتك. لا رضي عليك شي ما طالع لي الدم. تحشمي امي الله يستر عليك. لا عيطت لك بنت المدير دير راسك مريضه مهلوكه. انا على دابا شفتها صحيحه. لا الا بنيتي قولي لا ما قدات قاعد لها كاني مهلوكه. بغيتي نزيد ندير راسي مهلوكه. الواليد راكي عارفه دوك الناس عزيز عليهم اللي تبحط عليهم ولا جيهم بالصراحه ما يعقلوش عليك يطحنوك. راكي زعما عارفه 13 عام هادي وانا ضربه معاهم تماره خصوصا من جات ديك البيره اللي سبقه بلا المعمل. الله يبعد بلا نعم بلاها. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس الوالده؟ الحمد لله. حسنتي في ولادك. كبي لي واحد الكاس داتاي. كب لك في كاسي؟ كبي. هاك انت شد. راه عبد الرحمن غادي يسلفك الموتور ديالو وتكيس عليه عافيه. شكون عبد الرحمن العساس؟ عبد الرحمن العساس. اللي مربوط فيها. ما تحشمه. غطي عليا كتافك. واش عبد الرحمن باقي لاصق؟ شنو بالكم باش كطيروا في الهضره؟ راه انا اللي مشيت عنده. وليني نتوما العيال خطار غير تتبان لكم مصلحه في الرجال ما كيناطحن. هذاك الشغل بعيد عليك. وشنو غندير انا بهذا عبد الرحمن العساس؟ شوف غدا على النبوري غادي تقني على جمال قبل ما يخرج غير يبان لك تبعو حتى تعرفوا فين كيمشي. ما شاء الله في الكاري. راه خويا ما كنطبعهمش. قبل ما ادعي عليه بلا يلبس عليه. بزاف نطيحوا لك بجوج في الركنه. فوزية. بسم الله عليك بنيتي. نوضي راه الستة هادي. نوضي يلا تفطري يلا بنيتي. عبدو نوض الكاسول. واش بحال كيمشي لكندا؟ غير شويه نوض يلا افوزيه. نوض راه ما قدتش عليك. نوض يلا تقعد وسير طرق معاك العساس غتلقاه كيتسناك. معكيس شرب شي حاجة؟ شي قهوة كحلة الله يحفظك. شحال أخويا هادي في الساعة؟ تسعود هادي.
اس يا اسمع ايه اش كدير؟ تندير خدمتي. واش خدمتك تصورني انا ولا اطلق؟ شكون انت بعدا؟ شوف انا راه صحافي وتندير واحد الموضوع ديال علاقات الشباب افاق الشغل، ومع انت تبارك الله شاب داكشي علاش كنت نصورك. شاب عندك شي حاجه كتثبت هادشي؟ ما كاينه غير تسنى ونجبدها لك. هيا وانت ماشي صحافي ها مراسل صحافي وتكون صحافي كاع، شكون سمح لك سي تصور الناس بلا اذن ديالهم؟ اش نعيطوا للبوليس دابا؟ اش دخل البوليس اصاحبي في الهضره؟ بغيتي الفيلم دابا نحيدو ونعطيه لك، والله انت ما بغيتي تتعاون معايا. تعاون معاك؟ مال هادو اللي خدام معاهم شحال كيعطيوك؟ تيعطيوني 700 درهم في الشهر. 700 درهم؟ تخدم معايا نعطيك اكثر؟ فاش؟ شي حاجه مبعيداش على الخدمه ديالك. علاقه تهريب بتخريب الاقتصاد الوطني، هذا بحث انا كندير فيه. والله لا معاك، عرفتي شنو غير فاش قلتي لي علاقات شي حاجه بشي حاجه؟ هادو هما المواضيع اللي تنحماق عليهم وتنبغي نكتب فيهم ونعجبك والله حتى ننجح. غادي تنجح. اجي وراك. مرحبا بخويا. خذ خذ اش خصك. شحال الثمن؟ شوف بعدا لا عجباتك نتفاهم معاك. ميما فيك يا ميما؟ خلي عليك رانا عيسى. دابا كتسمى قضيتي غرض. اواه 200 درهم كلها كون صيفطيني انا نحسبها كم 100 درهم. شتي انتيا غادي نصيفطوك لمراكش عند امك فين تكري فهاد الصهد. ماشي انا وعبدو مباردين في الموتور ديال العساس. شوف يا عبدو فين ما قضيتي ليا شي غرض نعطيك داكشي علاش اتفقنا ومضوبل. حتى انا غادي نفاجئك، هذه اول ورقه ما غاديش تمشي للفليبر، غنديرها في واحد الصندوق غنسميه صندوق الهجره الى كندا. يا ربي تسهل لي على وليدي يا ربي. وغتديني نشوف شنو؟ ما تقتيش بيا. شوف اولد ميمتي ما كاينه ثقه، اللي شاف ماشي بحال اللي غير سمع. بغيتي تعرفي الخبر ديال الراجل راني قلت لك فين كاين، خلي عليك السيد في الثقه. غتديني ولا لا؟ واخا. راهو في الحانوت 178. والله سيدي لا مزيانه بالله. اش بالك؟ ويلا نمشيو نتحركوا قبل ما يشوفنا. يلا تعرفت الحاجه على واحد المراسل صحفي ممكن يفيدنا في المهمه ديالنا. وهاد المراسل كتعرفو مزيان؟ با طموح مجتهد وباغي يدير بلاصتو في الجريده اللي خدام فيها. شنو ماشي الدواء ديال الحلو ولا الكذوب الله يرحمه ديال الخوان؟ هذه راه البطيطه مروه القاتل، لا ما تسلبوا راه الورقه ديالها فوق السندات. شكون اللي مازال بغى يجرب عندي فيكم هاد التحشيبات؟ مرحبا به. وام يا سير يا وام سين يا زي عزلوا عزلوا الخيرو أزلم 20 درهم للبياسة عزل وتخير. اش كدير انت هنا؟ شنو؟ اش كدير؟ راه القصدير اللي هنا تندير خدمتي طلق مني. اطلق سيدي دير خدمته. عندك شي رخصة؟ كاينة طلعها. ها هي نجبدها لك. اطلق واطلق اطلق خلعتك رخصتي. واو 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 وفين كاس؟ واو واو شكرا با خليل تبارك الله عليك ميرسي. قلتي لي كانوا غادي نتفوك هادو؟
ملي ماري نشوفك شو ولدي راه عندك الزهر. ولكن ما تخافش على اخوك فران وقد بحومه. ما عندي ما نسالك. ولكن انا عندي ما نتسالك. حاجه غادي يعجبوها تصاوب واكيد غادي يتهلا فيك. وهي اللي عرفتي كيفاش تدافع عليا قدام الحاج وتشكرني. عرفتي واحد الصاط تما كان غيقتلني. اجي تصحاب لك ماكله الخبز ساهله ولا؟ كي جاوك تصاوب. بصراحه برافو عليك نجحتي. هادشي صباح كيهددنا في الصميم واللي كيزيد يخلعني هو هاد ستوك اللي معمر لي لي ديبو وما كاين حتى كومون جديده. الله يدير شي تاوي. الحاج عندي واحد الفكره ولكن خفتها ما تعجبكش. تقدر قول. كنعرف مجموعه ديال المؤسسات نوعات المنتوج ديالها ونجحت. ولكن حتى حنا المنتوج ديالنا متنوع فيه الجين، السروال، القميجة، الطابلية وهذا كله بثوب ممتاز. لا الحاج ماشي هادشي اللي بغيت نقصد. واش كنت بغيت تقصد؟ دخل. السلام عليكم بابا. صافا؟ صافا في كنتي؟ شفتو هادشي؟ كلفت بهم واحد السيد. الانسان اللي بغى يتكلم من الاحسن تكون عنده حجج. وليتو تتفقوا مر ظهري بلا ما تاخذوا رايي ياك؟ الله يهديك ابنتي. انت كلشي ديالك. كنت كنتكلم مع السي الحاج قبل ما تجي على المشكل ديال اليوسين. اقترحت عليه ماشي نوع المنتوج وانما يساهم في مشاريع اخرى. بحالاش؟ دابا المجال ديال البني مهم بزاف. السكن كلشي كيفكر فيه. صافي الله يرضي عليك، قاش جبت معايا بحال هاد المواضيع؟ كتعرف بلي انا حياتي كلها دوزتها وسط التكستيل، وغادي نموت وسط من الثوب والماكن ديال الخياطه. اه سي الحاج انا ما قلتش لك تبعد على التكستيل، بالعكس انا اللي اقترحت عليك انك تستثمر جزء من الاموال ديالك في مشاريع اخرى، وعلاش لا البني؟ ابدا لاني ما كنعرف ندير حتى شي حاجه اخرى من غير هاد المهنه. جمال بصراحه راك فاجئتيني. الله يرضي عليك عمرك ما بقيت جبت معايا بحال هاد الموضوع. واخا سي الحاج. اسمح لي. عزيز. وي. السلعة وصلت. هاد وصلت. ديني نشوف. منين جات هاد السلعة؟ ديال الناظور. غادي ديروها في كليات وتصيفطوها لماليا لأنهم كيتسناو. هي الأولى. يلا سربيو راسكم سربيو. يلا طيب سربيو. كنا راه موقفين على كوموند.
هاتي شفتي السلعه كلها اللي عندنا، عجبتك شي حاجه؟ لا انا سيدي ما عجبني والو والو كاع، هي ذوقي انا فنصو حقا. عجبني حاجه وحده. فين هي؟ هي مول المحل. اش كتقولي؟ فهمتي والو؟ ما عمر بغا تفهم شي حاجه. جلس جلس قول لي واش نتايا مول المحل ولا غير خدام؟ شنو قضيتك انت؟ شكون انت؟ وشكون مصلتك عليا؟ فوزية؟ شكون قالك راني هنا؟ ما اللي سول يلقى. وجي ديريكت، مالك على هاد المسرحية كلها؟ شوف عمرك ما تقدر تهرب مني. اجي دابا إلا دخل شي واحد ولقاني هنايا عندك، المشاريع ديالك كلها غادية تهرس. راه فوزية هادي. إوا شكرا لالا على النصيحة. خلي دابا من هاد الهضرة، غادي تستقل براسك. بحال داكشي. ومالك حاضر راسك، قول راسك مرفوع، هادي فكرة مخيرة. أنت مهندس مزيان وكتضيع وقتك تما. هذا رأيك؟ اش غدير برأي وحدة كوفرية بحالي؟ أنت يا عندك بنت الباترون. تقوليش هاد الهضرة هادي. نسيتي مني عاد دخلتي وجاي كتقلب على الباترون الدبلوم في يديك؟ ياك أنايا اللي وريتك الخدمة. أنت بفمك قلتيها ليا، قلتي لي قريتي مصلحة ليا لتا حاجة. نسيتي. ما نسيتش أفوزية، ما نسيتش. وهاد الهضرة عمرني نكرتها. نكرتيها، ولاتي كتعامل معايا بحال وحدة من الخدامات، ولات كتبان لك بنت الباترون، غدا تجوج بها وتورد السي السقلي وتولي من رجال الكبار، فين باقا غتبان لك فوزية؟ دابا ماشي وقت هاد الكلام هذا. شوف، طيق ولا ما طيقش، راه هاديك غير كتستغلك، راه ناول غير تستافد منك وترميك، ما تعقلش عليك، واش بغيت تعيش حياتك كلها تحت رجلين؟ إيه، فتي الحدود ديالك. إيش من الحدود؟ أنا بغيت نعاونك. كتفهم شنو هي؟ بغيت نعاونك، بغيت نبقى في المحل، مستعده نتخلى على خدمتي على كل شيء. والله ما تفهمتي ليا بالله. والو انا بنت شعبيه ما فهمت، تفهم عادي واضحه بحال الشمس، اش غتفهم فيا؟ وانا ما مساليش وبالي مشغول. مشغول نعاونك؟ ممكن تعاوني ولكن ماشي في هذه المرحله باقي. فوزيه الا شافك شي حد دابا هنا غادي نعود وشد ليا نقطع عليك، من الاحسن سيري دابا. أنا وجدت لكين كوبي حقا هادشي ما كانش مصيبات، غادي ينفعنا وبزاف. غادي يكون موضوع واعر، علاقة المخدرات بالألبسة المستعملة. كي جاك العنوان ناري ولا نزل في لا بروميير باج اكسترا اوردينير، سيرتو كاين العلاقة ما بيناتهم، بجوجهم خطر وبجوجهم ما خصهمش يتباعوا. اجي ما تكتبش موضوع بعنوان علاقة الصحفي بالصوت. انت اش بغيتيه نوجدو لك؟ اللي كيعجبني فيك عبدو انك مستعد لكل شيء، ولكن بقى مهمة أخرى. بغيتك تديني توريني هذاك الشيء اللي شفتي، خاص تكون عندي أنا فكرة كاملة على الموضوع. أقسم ما بغيتي، أنا مستعد حتى من غدا. غادي تنجح. هذه الحاجة بعض الأصناف اللي كتروج في السوق. رخيصة ولكن راه ماشي كلها مزيانة. هذا سروال ديال لاطوال. هادي جاكيطة ميلونج جين وطوال. هادشي اللي بقى هنا الحاج كله جين. هذا تقريف الموضوع مرفوق بالصور. تما الحاج غادي تلقى صعوبات اللي تعانيها جميع شركات النسيج والاقتصاد الوطني بصفة عامة. حاج خص الرأي الوطني يعرف بأن هذا المشكل خطير. الناس كلهم عاديين، خدامة، أسر، خصهم يعرفوا بأن هاد التجار هادو كاين فيهم اللي كيتاجر حتى في المخدرات. وأنت شنو رأيك؟ حملة إعلامية، نتعاملوا مع الصحف، مع الإذاعة، مع التلفزة. حتى الإنترنت علاش لا؟ ما عادي ما يسالك الحاج، راك على بال. إوا شنو كحساب لك راسك زعما غا أنت اللي كتفهم في هادشي ولا؟ لا الحاج، ولكن أنا كنفضل المنصة ديال البرلمان. التلفزة كتخلي لي ما عارف يعرف. هاد الخدمة ديال هاد الشاب مزيان. شوف خصك تعمل انت وياه، حاولوا ديروا شي حملة إعلامية على صعيد وطني، ولا احتاجتوا شي حاجة أنا موجود. غادي نديروها الحاج، ولكن أول حاجة الله يخليك، أنا بغيتك تقدم مقترح قانون للبرلمان حتى الأول
والا شي واحد في المنافسين غادي يسبقك الفكره ويتبناها. شوف اولي، هذه قضيه وطنيه، اي برلماني فينا قدمها مزيان، المهم هو يخرج كقانون. شنو بغيتي عاود؟ شوف انا عرفت ما غاديش تضيقيني، ولكن واجب عليا نقول لك اش كاين، ومني تشوفي بعينك ديك الساعه حكمي. هادشي تبارك الله فيه الشوفان. دخلي دخلي، انا ما غاديش نضيع لك وقتك. جمال راه دار المشروع ديالو بوحدو، ومن بعد الا ما طيقتينيش يلاه معايا نوريك المحل. يدير محل ولا جوج هذاك راه شغلو. ايه ولكن ما عندوش الحق يدير المشروع ديالو هو خدام معانا. مالك لالا انت اللي مخدمه؟ وانا غير قلت لك وغتمشي تفلى عليك. سيري سيري لخدمتك سيري. الو جمال، بيني وبينك خصك تحطي راسك. مالنا كنشفرو؟ مال ما بغاش يتفهم هي كي دارت عرفات. بنادم خطر، راه ما كتعرفش واش تحط راسو. فرانشمون جو كومبخون با علاقتك بهاد البنت نوال. هاد السؤال طرحتي عليا اكثر من 100 مره، حيت ما تهنات تبعد مني. هي اللي جات عندك؟ هي اللي جات عندي قالت لي بغات تقول لي شي حاجه. ايوا هذا كيبين بانني تا حسنه. نو جي ريان دي. دابا شنو درتي بداك التقرير؟ والله ما كرهت نسالي منه، توحشت الجو ديال الخدمه. غير الجو ديال الخدمه ولي قلت لي في الخدمه. وي بسيسا دابا ديما سبا الفوزية. قلت لك ما تعاود جبد لي سميتها. تعطلاش قال لك راسك باغا تخرجي عليا؟ خفت غير لا تكون كتفلى على نوار كي كتفلى عليا. لا لا انا ما كنتفلى على حد، ومني كنبغي ناكلها كناكلها في الضوء ماشي في الظلام. حاجه اخرى، انت ماشي نوار اللي همك. هي ولكن الشيء اللي كدير فيه راه ماشي معقول. كيفاش؟ واش انت قد تقدم والي التهريب؟ انت بوليسي. راه والله مشاو تعاقبك يلاه رحموك. الله ما يرحموني. تقولي انت عايشه معاهم كتعرفيهم. خليني نكمل هضرتي. شتي انت ما كتضيع وقتك. شنو بغيتي ندير لاله فوزيه بحال ما عارفه والو؟ تقولي انت الخدمه غير مشتة في الشارع. سيدي تهضري قولي شي حد ما عنده لا ديبلوم لا حبل ملوك. انت مهندس قداش؟ واش بغيت تعيش حياتك كلها مبهدل؟ خدام خلاتها نوال ولا انا غلطه؟ عندي لك مشروع تعيش بيه براسك مرفوع. عاوتاني المشاريع. كندا باقي صغير، ما عندك لا ولاد لا والو، ديبلوم تجربه، تما غيشدوك بيديهم بجوج. انا المساله ديال كندا ما بقاتش كتهمني، نسيتها. كاين اللي يوقف معانا وهاد المره مضمون. كس مصريه اللي كياخذوا الفلوس من هنا دازوا. عاودني منك فوزيه. شوفي نكون معك صريح، كل ما نخبر لك انا برا بقيت كنفكر فيه كاع. فكر بشويه عليك ما غاديش تندم. ما بقيتيش سويله زمان يا جمال، زمان صعيب. تجربه تما غيشدوك بيديهم بجوج. كاين اللي يوقف معانا وهاد المره مضمون.
غدير برأي وحدة كوفرية بحالي؟ انت يا عندك بنت الباترون، نسيتي منين عاد دخلتي وجاي كتقلب على الباترون الدبلوم في يديك؟ كي كاينه هي اللي وريتك الخدمه؟ انت فمك قلتيها ليا، قلتي لي قريتي مصلحه ليا حتى حاجه، نسيتي. فين بغيتي يمشي، الكوبيك ولا الموريال؟ ويلي فين ما مشاوش انا كنتشرط، المهم يمشي وصافي. وانتي؟ انا مالي؟ واحد المشروع سير سير كذب على شي وحده اخرى، انا راه كنعرفك مزيان. فوزيه فوزيه اش وقع عاوتاني؟ ديك لا كوموندا سيد الحاج. مالها؟ رجعوها طفطات على ود لي زاكراف. بابا ويلي راه عافاك اختي كرسي، غير بشويه بشويه عليك بابا. كسلم الله يعطيك الستر. بابا صافي عييت معاهم، كنقول لهم دوك الناس راه ما كيلعبوش. مرة الأخيرة كانوا حدرون المشكلة ديال لي زاكراف. انت في خبرك عندنا الهرور، عندنا عدد ديال الهرور ديال اللصقة، كنعرفش علاش ما كيستعملوش. عيطي ليا، عيطي على جمال، عيطي على جمال. صافي يا بابا صافي. هذا ما كيجاوبش. وهاد الازمه اللي ما عرفناش كيف نواجهوها، عدد ديال الاسر غادي تحرم من مصدر الدخل ديالها اللي هو قطاع النسيج. برك علينا غير البطاله اللي في الصفوف ديال الشباب ديالنا، نزيدو حتى ديال العمال والعاملات. ولكن من جهه اخرى كنقول أصحاب المعامل يعطيونا الله يخليهم، يعطيونا سلعة نقية رخيصة ومتقونة وإحنا معهم، ما نستهلكوا إلا المواد المغربية. والسلام عليكم. شكرا. شفتي هذاك؟ راه هو اللي لهيه. فين؟ راه هو في الجلبران. اش كيدير هذاك؟ تيكب الماء في البلا باش تقال. علاش؟ لحقاش يبيعوا البال بالكيلو. يلا يلا ملي نتي خرج الباط. كاين ما بان ليا لا باط ولا شوكه. شوف ليه على اليمين. حاج هذا تقرير نهائي، طلع عليه ولا بانت ناقصه شي حاجه ممكن نكملوها. راه مضبوط، فيه سميات الكبار ديالهم، الطريق اللي كتمشي فيها السلعه، وحتى بلايص ديبوات. الله عليك هادشي مزيان. ماشي بوحدي الحاج. عرفت. المهم غدا دوز للمكتب تلقاني موجد لك واحد الشيك سلمو لي. راه قريت عليه شي حاجه كتبها البارح في الجورنال. اتفقت معاه باش يلمح ما يصرح. اجي بعدا انت، البارح تنعيط لكم ما كتجاوبش. هادشي ما بقاش نعاودو معاك 100 مره. الحاج اهم ملاحظه سجلتها هو ان اصلا هذاك الشيء اللي كيتباع في البار راه غير اعانه للدول الفقيره،
وهذوك الناس باركين كيبيعوا ويشريوا فيه. ايوا واش خصنا نديرو؟ با الحاج ينظم لقاء مع الصحافة ونبداو بلا تيلي. يا قلتي ديك المرة نبداو بالبرلمان. اه قلتها، ولكن ملي فكرنا بان من الاحسن نبداو مع الصحافة وعلى ضوء ردود الفعل يتصيب مقترح القانون اللي يتقدم للبرلمان. الله يخليك الحاج، انا كنتسنى غير الاوكي ديالك على هذا التقرير باش يقدر ينزل للصحف هذه السيمانه. ولكن يا جمال. ولكن اش؟ ولكن خايفه على بابا. واش انت دائما غتقولك تخافي عليا؟ اكسيو سيس قلين، انت معروف في السوق كواحد من المقاولين الكبار في قطاع النسيج، وسمعنا بانك تهيئ مداخله في البرلمان بشان صناعه النسيج الوطنيه. بالفعل يا صناعه النسيج الوطنيه اصبحت مهدده، والحقيقه هو البال اللي هو اصلا ما خصوش يتباع اصبح كيشكل واحد الخطوره على صناعه النسيج الوطنيه وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل. أنا كنشوف الحل اللي كيخص هاد البال يتمنع. جمع لنا زريعتك. زعما القشور في يدك. خلينا عليك، خلينا نتنطوا لهاد خوينا اش كيقول. الأيام القادمة إن شاء الله. كيخصنا قانون صارم. أوليدي الله يهديكم على بعضياتكم. والبرلمان كيخصو يوافق بصراحة. عبدو سير تحل. واضح لنا بعد نور. يولي تعريما. صافي صافي غنولي تحل. بحال بحال التجارة المشكلة. كيخص هاد البال يتمنع بصفة نهائية، وهادي هي خلاصة. خلاص مرحبا. شكون بغيتي دوزي لهاد الشيء؟ دوزي لهاد الشيء. مسا الخير عليكم. مسا الخير. مرحبا. بقيتي شوية لاباس. لاباس عليك. شوية. باش ما نطولش عليكم، رحنا جينا طالبين ضيف الله. مرحبا بضيف الله. ربي يخليك. مرحبا. بحالو بحال التجارة المختلفة. فوزية. النسيج صباح بنيتي هذه التلفازه، وخلينا نهضروا شويه مع الناس. البال اللي هو اصلا ما خصوش يتباع. خويا عبد الله سمعتي التلفزيون الكوزينه؟ لا بنيتي لا، راه بغينا نهضروا معاك انت. معي انا؟ اييه. فاش؟ بغينا ان شاء الله الا كتب الله نخطبوك لخويا على سنه الله ورسوله. تسمحي لي الا ما فهمتش، عاودي اش قلتي؟ بغيت نزوجك لخويا الا قبلتي علينا. قابلة ولي على ما لا ما تقبل. ربي يخليك تلقى احسن منه. مرحبا. مرحبا الوالدة. اش من مرحبا مرحبا؟ انا نتزوج بخوك الا قبلتي علينا. لا سيدي ما قابلاش. ما من تشاورتي فوزية؟ شوف الوالدة الله يعطيك السر راكي مريضة. شوفها لالا، الا جيتوا تهضروا معنا في هذا الموضوع ما عندي ما نقول لكم. جيتوا تقلتوا معنا كجيران مرحبا صافي. واسمحي لينا بنيتي وقيلا غلطنا. نوض اخويا نوض، شغل باين. شريفة ما يكون باس عندك. سمحي لينا شريفه ما ديروش منا قلت سواب. لا ما حتى نتوما سمحوا لنا، ولكن انا ما كنفكرش في الزواج. إيه اصلا كيخصو ما يتباعش صباح كيشكل على الاقتصاد الوطني كامل. هادي ما بقاتش غير هضره، غير قدام الكاميرا كيقول هاد الكلام هذا، دايرين به الصحافه وكاميرا شاعله. بصي في تحلي الفم شنو زعما كتبرد فيا؟ هادشي غير تنوعر باش يبيع السلعه ديالو. ماشي هذا هو اللي هو اللي عنده المعمل في الدخله ديال المدينه، كيدير القميجه والسروال. راه كنتحرق ليه. شفتو هز الراس في ساعه العافيه ما وصلتش للخزين باش يولي. اللي ما بغيناش اش دار لك؟ هذه غير هضره، ما يقدر يدير والو. الهضره كلها اللي قال في التلفازه خرجت في الجرائد كلها. ما عرفتش انا هاد الناس واش ملقاو ما يكتبوا غير هاد الهضره الخاويه. سيد باغي يمشي للبرلمان، واش عرفتي اشنا هو البرلمان؟ ها؟ حتى الناس في القواعد اليمات ما كيفهموهم غير هاد الهضره هادي. اسمعني، اخبارو خاصها توصلني قبل ما يدفع المشروع للبرلمان. واش بغيتي اخبارو نعمس ولا خبرو؟ انت مالك؟ ها؟ مالك كتفكر غير في المصايب؟ راه شحال من حاجه يمكن لنا نقضيوها غير بالعقل. انا باغي نعرف المخطط ديالو كامل، امتى غادي يمشي للبرلمان، شكون اللي مدعمو، ومنين جاتو هاد الزعامه كامله. سمعتيني؟
مساء الخير. مساء الخير بنيتي. اش داكشي؟ هذا رزقك. زين رزقي؟ وشكون مولاه؟ مولاه اللي خلقني وخلقك. قولي قولي شكون؟ مكاش يكون عبدو. ونضي بعدا بدلي حوايجك ونهضر. واخا اجيك ما داك العساس عاوتاني سخن عليه راسو. لا 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 هذا واحد اخر كنعرفو. شكون اللي ما يعرفوش هو قد كلانديزر؟ قالك سميتو ميلود. ميلود؟ بغيتك تجيبي لي اخبار السقلي. شوف خويا انت شقربك لهذا سي سقلي. سيد كيعرفو صافي. وصافي واش مطلوب مني؟ جيبي لنا الاسرار ديالو كلها. اها والمقابل؟ كندا. كندا الضمانة؟ أنا. وشوف يسافر خويا وأنا والوالدة. الشروط ديالك كلها مقبولة. شتي هذوك البريكات ولا مازال؟ ولا مازال؟ لا لا بلاش. وهذوك الفلوس خسريهم على راسك وعلى الوالدة ديالك. أولي دغيا بدلتي رأيك صافي. بالعكس بغيت نقول لك بلي حنا تبرعنا عليك بربعة ديال الملايين. الحق تجيبي لنا خبر ديال السقلي كلها جميع الاسرار ديالها. ما تسقلي حتى شي حاجه كل شيء يكون مغيز. وانت ما تعرفي غير الوراق ديالك يكونوا موجودين بين يديك. اش بان لك؟ اش قلت؟ ما عندي ما نقول. وفوق هذا الشيء حنا مستعدين نمشيو معك حتى للمطار تتركبي في الطياره. وإلا بغيتي كاين اللي يستقبلك في كندا حتى تستقر. حنا ديما موجودين. اسمح لي هادشي بزاف. هادشي كله على اخبار السي سقلي راه ما يدخلش هادشي للراس. لان هاد السي سقلي هاد السيد هذا كيعتبره خطر عليه وربما غيخرج ليه على البيزنس ديالو. اجي وهاد الراجل زعما في يديه الشغل حتى لهاد الدرجه. مهم هذا كلمته ما تطيحش للارض. لا اسمح لي يا خويا نشوفه بعينيا ويطلب مني هو هادشي بفمه. هي دابا انا ما معمرش ليك العين. هي الشروط ديالي. تشوفيه. وشنو مطلوب مني؟ بغيت نعرف هذاك السقلي شنو يدير. واش بصح غادي يمشي للبرلمان ولا غير الهضرة ديال التلفازة؟ عنده شي ملفات مهمين بغيتك تجيبيهم ليا. كل حاجة بالثمن ديالها. إيه ولكن راه الشركة تطلب وقت. حنا ما عندناش الوقت. هادشي ما كرهناش اليوم قبل غدا. حتى انايا الوراق كندا ديالي يكونوا واجدين وكلشي ديالكم. انا كلمتي ما كطيحش للارض. سد الباب. بلاتي بلاتي. لا 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 تسنى سد الباب. بلاتي بلاتي الله يعطيك السر. سمح لي تعطلت شي شويه حيت الوالده مريضه وحق مولانا. الا مريضه تمشي عند الطبيب. اون بليس راك مطروده والسبب راك عارفاه. مطرودة؟ كيفاش مطرودة؟ ما عندكش الحق. ما عنديش الحق. لانسبيكتور دو طرافاي راك تعرفيه. سير الله يعاونك. سد الباب انت. بلاتي غنتفاهمو. سد الباب. هوا بن. بو. غادي تقول لينا اشنو اللي خلاك جيت تصور فينا ولا لا؟ لا مع الخدام بوحدي. واش غدوي ولا لا؟ شوف اوليدي شوف راني راني مسالي راسي وانا معاك هنا تنشوفو شكون اللي غادي يعيا فينا. دابا علاش كتبكي؟ علاش كتبكي؟
شوفيا ايه شوفيا شوفيا تشو لا في اكسبري ياك ياك بنفسي هبط لك الفاكس ووريته لك اه وقلت لك فوزيا الكرافوز لا كاين هادشي ولا لا شنو وقع نسيت يا جمال والله الا نسيت كيفاش نسيتي فين كان عقلك عندك كنبغيك يا جمال واش ما كتفهمش كنبغيك نهبط غير مصلحتك شوف انا غير مرا ديال الدار مستعده نصبر معاك على كلشي شوف يلا مشيو فحالنا كندا يلا مشيو فحالنا كندا ونتهناو من هاد الصداع كاع شوفي انا غنفاجئك يا جمال اشنو شي حاجه اخرى باش نبين لك انا راه معاك انا بصح حتى نخدم معاك في هادشي ديالك هادشي ضد التهريب والله اكتشفت بلي هادشي ديال البال راه ضدنا كلنا عجب اكسس قال لي امتى غادي يمشي للبرلمان قريب ولكن اجاب هادي لهادي واحد قالوا لي انت اللي كتكتب لي التقرير ديالو ما داكشي اللي غادي يقول باترون ديالي ميتة بالشوع باقي تتصاوب دوك البيتزات الزوينين ديالك باقي كنصايبهم ولكن ما نقدرش نصايب لك شي وحده دابا تجيب لك شي حاجه تاكلها من برا الوريقات ديال كندا باش تعرفي بان العفير اللي قال الكلمه كيوفى بها شكرا كان عندي طلب واحد شنو عاوتاني ما عندكش مناش تخافي ما غتهزي ما تحطي غتمشي مع الناس ديالنا في الطوموبيل توريهم الدخله ديال لوزين فين كاينين الماكن وفين كاينين البيروات وبالاخص الخزين وعلاش هادشي بلا ما تكثري اسئله هذا هو الحر عمر الشر ما كيموت بسهوله خلف الله الحاج خلف الله ونعم بالله
الو جمال عبدو ياك لاباس فين كنت انا في الدار كرفسوا عليا جمال صافي قطع قطع انا عندي اللازم الله ياك جاب لك الوريقات جابهم الوالده جابهم العفريت المشطبة تلقى على البحر الوالدة اتوقد ليا شوية وجدي راسك انتي وعبدو نطيروا لكندا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عبدو مالو ضربوه شكون ضربوه شكون ضربوه عبدو عبدو بشويه الله يشافي شكون ضربو شكون عبدو خويا شكون بشويه عليك عبدي شكون ضربك شكون نشرب الو الضابط المنور نعم سيدي هذا جمال حمدي كي داير انا سيدي تحياتي سيدي عندي معلومات على العصابه اللي حرقت المعمل ديال الحاج صغلي والسيده اللي ديكلاريت بها عندك هي اللي معاوناهم اي على الوثائق نعم هي بقى عندي النسخه الاصليه الحمد لله يا وليدي شويه قول لي يا وليدي الله يرضى عليك مالك واش لقاو لك الشفاره ولا شنو معرفتش هاد النحس تبعنا حتى حاجه ما كتكل حتى قلنا صافي غنطيرو فحالنا واش درتيك سيده ودوي يا وليدي عبدو قولنا خويا شنو جرى قلت لكم ما جرى والو صافي شوف المستمرات ديال كندا طرقتو الوريقات عندي من غدا الا بغيتي فوزيه انا ما بقيتش غنمشي لكندا ولا للطاليان ولا حتى القرينه كعلا وعلي وليدي مش حرام عليك خليتها ضربت كاع هاد المحل في الاخر نقول لها ما غاديش انا غادي نبقى هنا غنتقاتل هنا وهنا غادي ناخذ حقي خليني عليكم دابا دارك الملكي سلموا نفوسكم راكم محاصرين سديكم ما تعملوا حتى حركه راشيد بو عزاوي بروس ديال لافوي زيد ديك الفوق زيد ديك الفوق شوف قدام تسمع شوف قدام سوقهم السيارة Nous avons procédé à l'arrestation du chef de la bande, de son garde-corps et de deux de ses collaborateurs. Terminé. Thank you.
شيري تاكلتي على الغداء؟ وي. وشوف شحال في الساعة؟ غير خدمة. بلاتي بلاتي ما تخطيش. قالك بابا لما جيتيش ما يتغداش. وي شفتي ديزولي ما نقدرش نجي. عاد وصل واحد الفاكس خصني نجاوب عليه. سي الخدمة جبو غيان. يلا حبيبة قطعي دابا نعاود نعيط لك. يلا تو سويت تشاو. الو جمال فين كنت يا سي عبدو؟ يلا جيت من عند السي مصباح. قول لي هذيك لا كوموند الله يرضي عليك ديال الجمعه ما كرهتش توجدوها لي نهار الخميس. شوف الناس هنا راه خدامين لا بغيتي حتى نهار الاربعاء تكون موجوده ما كاين مشكل. ما تنساش راني تنوجد واحد البحث على الانتاج الوطني وعلاقته بسرعه الانجاز. برافو عليك نجحت يا سيدي. يلا يلا حتى شويه ونزل عندك. يلا برافو. Okay.